الراشد صحفي برؤية متقدمة حملها إلى كل المحطات التي كونت تفرده. من أودينس محدود جدا لأودينس عالي جدا. ابتدا مراسلا لصحيفة الجزيرة من مدرسته الثانوية في الرياض، ثم مراسلا من البيت الأبيض في واشنطن التي تخرج من جامعتها الأمريكية متخصصا في الإعلام المرئي، لينتقل بعدها إلى بريطانيا رئيسا لتحرير مجلة المجلة، فيحولها إلى منبر للاختلاف الموقد للفكر، متوليا بعد ذلك رئاسة تحرير الشرق الأوسط، فيصنع فيها بصمات انتقلت معه محاورا ومعدا لبرامج تلفزيونية سياسية، فكادت لقاءاته تكون الأشمل مع الزعماء العرب والأجانب. وغير اهتمامه الخاص بالأفلام الوثائقية، عرف الراشد كاتبا جريئا في قضايا قلما تجد من يتناولها بطريقته. معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن الراشد، رئيس تحرير مجلة المجلة التي تصدر في لندن. أهلا وسهلا بك. العربية كانت تحديه الأكبر، فغير القناة التي غيرت المشهد الإعلامي التقليدي العربي فكرا وأسلوبا.